السلام عليكم. سنشاهد في هذا الفيديو اقوى قصف جبهات في تاريخ وادي الذئاب، لكن وقبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناه ووضع لايك للفيديو وشكرا لك. نحن بعائلتنا اذا الواحد ما دخل السجن ما بيعطوه بنت. مشان هيك ابن اخوك بعده اعزب. في عندك بنت عزبة، بعد ما انسجن رح اطلع اخذها. أنا طول عمري بتصرف بشكل سليم حضرة المدير، بس الأخ طايش. كلامك صحيح، لازم نربط الطيش اللي عندي بشبابي، بس حيوانتك بشو بدنا نربطها يا ترى؟ ميماتي، أنت ما بتعرف الدولة ولا بتعرف التوازنات ضمن الدولة. معلم لما بتحكي هيك بتجرحني. عدم المؤاخذة، لا تفهمني غلط، لما كنت تروح على الجامعة أنا تعرفت على الدولة والشرطة. اتصل بشريكك خلي يجي ياخد معلمته. معلم إذا مناخدها نحن اسكندر بينجبر يجي لعنا. ليش اسكندر مماتي لحتى يلحق مرأة؟ كاظم بأوروبا كيف بتصير هالقصص؟ مو هيك معلم، حسب القواعد. كيف يعني؟ اشرح لي. بياخذوا شعرة ومنها بيعرفوا كل شيء. انت اصلا نيالك بعمرك ما بتنمسك. وين مراد على مدار؟ سالمك. ليش ما بتفكر فينا أنا وفاطمة؟ ما بصير مرة تصير مسؤولة الأمن القومي؟ عاكف يعني أنت يا أينورة، فيك تديري كل المنظمة من ورا السيجارة. مين مرت أخوك ومين بده ياخد بالتار؟ كتروا نسوان إخوتنا معيتك. هي أقدم وحدة نسرين. لوين ما رحت بدكن تروحوا معي، وشو ما بتنفس بدكن تتنفسوا، ما بتبعدوا عن عيني ولا دقيقة واحدة. ما بقى غير نلبس تنورة ونقعد بالبيت مثل النسوان. والله اللي بيقتل المرأة هذا اللي بيستاهل. طالما أنا لابس بنطلون أنتو كمان بدكن تلبسوا بنطلون. بتقوص الزلمة بتقرا فاتحته عبد الحي؟ ما في داعي للبك يا عبد الحي، أنا طلعت بجنازات كتير ناس قتلتهم. أكيد هالثواب رح يدخلك الجنة أخي. من مين بتاخد وثائق الدولة السرية لتعطيها للمنظمة؟ هاي الوثائق سرية عن الناس التانيين، بالنسبة إلي مو سرية. هدول أدنيك بالنسبة إلك، بس بالنسبة إلي حيط. عمرك انت لوحدي؟ انت حلوة مماتي؟ يعني بتذكر قلت هيك شي مرة او مرتين بحياتي. طبعا رصاصة حلوة، عملت منيحة وقتلته، كانت ضربة ظريفة. ليش عم تحرضني انت؟ الدولة بتعطيك مكافأة لما بتحرضني؟ بالحالة الطبيعية انت لازم تفكر، ليش ما بنصدمها لاجي بشي سيارة؟ في بطن طفل يا زكي. لسه ما في طفل ولا في شي. برافو عليك، نايا دكتورتك عرفت تعلمك منيح طرق منع الحمل. خير، ليش قاعدين عم تكوا على هسي؟ رفيقك عبد الحي مصيف مصر إلا بده يتزوجها لنايا. طبعا تجوزها، ليش بتلاقي أحسن منها؟ البنت دكتورة وعندها مهنة، أنت أكثر واحد مستفيد. ما هيك معلم؟ رح يستفيد، رح يستفيد، رح يعمل شغلة منيحة. جوهر. ايوه خالي. شوف مراد كيف نام، هذا نعس كم سنة يا حزرك؟ أنا بالعكس تمام، جوا ما بيجيني نوم يا خال. لك شلون بده يجيني نوم بين أربع حيطان؟
ليش جنب قدر كمان هيك بصير فيك بين اربع حيطان ولا بتنام مثل القط بغرفته زازا اكيد بتكون عرفت شلون صارت يعني عم بسأل بحكم العادة مو اكتر كل الناس بالعادة بتسأل شو اللي صار وميماتي رح يحكي حتى يرتاح قلبه ويفضفض عن وجعه وانا رح ألطم على ركبي وقول اخ يا حرام لا يرتاح قلبي وبروح على البيت شو انت ختيارة ليش لطلطم ليش كنت بتحبه لغلط طيب وانا بدي حللك المصاري الحرام هيك فكر معي الناس رح يتعبدوا ربهم ويدعوا لك لسابع جد قديش حلوة هاي يا بس انا مالي حدا منوب شو خالي ليف نحن مو حدا بالنسبة لك ابني على وزنك انت بحاجة لدعاء شواربك هدول حقيقية جواد أقارص معقول اسم مغني مع هيك شوارب سيد جواد عند اللزوم اذا بدك بنغني اغاني وعند اللزوم بنسمع اوركسترا يا حلوة رغم هيك ما بيصير مع هيك شوارب قرايبي كيف صحتك؟ قرابتي صعبة وعداوتي سهلة لا تستعجل على خراب عشك لا تستعجل يلا يا الهان نحن نصلي مين منكم بده يروح لعند زازا ويقول له انه لازم يصالح مراد؟ بيروح عبد الحي واحد ما بيسكت وواحد ما بيحكي بيتفاهموا منيح لا تخاف لا تخاف مو عزرائيل هذا انا انا بعرف انه عزرائيل اذنه ما انا مقطوعه لهيك ما خفت منك شو عم يقول الاجداد شو عم يقول عدم المؤاخذة هلأ توضيت بيفسد وضوئي